حول الموضوع معنا من عمان عبر الهاتف السيد مازن أرشيد خبير بالشأن الاقتصادي. سيد مازن مساء الخير، أهلا بك معنا. البيتكوين إذا تتكبد أكبر خسائر شهرية ب 44 مليار دولار، يعني بعد ما شهدناه من صعود من ارتفاع لهذه العملة الرقمية بدأت بالنزول إلى أن سجلت هذه الخسائر، إلى أين يمكن أن تصل أيضا سيد مازن؟ يعني واضح بأنه مش بس خبر المتعلق بالفيسبوك، يعني هاي يعني بتزيد من عدم الثقة في نوعية هذه النوع هذا الاستثمار بالعملات الرقمية سواء كانت بيتكوين أو غير هذه العملات الأخرى، لأن كلها تهاوت الحقيقة على نفس الوتيرة تحديدا. لكن هناك أيضا جملة من الأخبار السيئة اللي تراكمت خلال الأيام الماضية، ما ننسى أنه حتى العملات الرقمية تأثرت بما يسمى بأكبر سرقة قرصنة لعملات افتراضية، نتكلم عن حوالي 530 مليون دولار في بورصة في طوكيو للكوين تشيك إذا تابعناها، وكانت يعني تعتبر من أكبر العمليات القرصنة. تخيل نصف مليار دولار عملية، وهذا طبعا بيزيد من يعني عدم الثقة بهذه النوع. أنتم كمتابعون وحضرتك كمتابع وخبير الشأن الاقتصادي، إلى أين تتوقع وصول هذه العملة البيتكوين؟ إلى أين ممكن أن تصل الخسائر؟ هل يمكن أن نشهد خسائر أكبر؟ طبعاً يعني كل إحنا بنعرف إنه من الناحية الفنية، من الناحية الأساسية ذكرنا إنه هناك أخبار فيسبوك، منع الإعلانات في فيسبوك، الأمور التنظيمية في كوريا الجنوبية والصين لا تزال مستمرة، ووزير المالية في الهند أيضا بيطالب بمتابعة الأمور الرقابية اللي بتخص هذا النوع من الاستثمار. لكن من النواحي الفنية احنا بنتكلم عن بيتكوين وصلت لمستوى قريب من 9300 اليوم. من الناحية الفنية إذا كسر هذا المستوى ممكن يواصل هبوطه بشكل أكبر من ذلك، لأنه احنا بنتذكر قبل حوالي 10 أيام وصل إلى هذه المستويات لكن عاد وتراجع وارتد إيجابا إلى مستويات قريبة من 12 ألف دولار، والآن طيب. عاد إلى نفس المستويات اللي تسمى الدعم، يعني هنا مستوى دعم. نعم أستاذ مازن، لكن هناك تساؤلات عن سوق العملات الرقمية يعني والشراء والبيع في هذا السوق وعن المستقبل، إلى أين يعني ترون هذا المستقبل؟ أين ترونه بالتحديد مستقبل العملات الرقمية وسوقها؟ الوضع ضبابي جدا، يعني احنا لو نطلع على صورة القطاع العملات الرقمية واضح بأنه يمر في حالة انعدام توازن خصوصا بهذه الفترة. ذكرت في التقرير قبل قليل بأنه شهر يناير الماضي هو من أسوأ الشهور اللي مرت في تاريخ العملات الرقمية، وهي في أدنى أيضا في كأداء شهري في أدنى مستوياته منذ عام 2014 لو قارناها من الناحية الحسابية. واضح بأنه الفترة الحالية اللي بتمر فيها هذا القطاع الاستثماري يمر بوضع حرج، جميع الأخبار حرجة سلبية وبحاجة إلى إعادة التوازن مجددا، يكون يعني خبر من هنا أو هنا خصوصا من شرق آسيا تحديدا اللي هي شعبيتها بتكون مستمرة، لكن واضح أنه تحت الضغط، وقد يعني في حال مثل ما ذكرت تراجع عن مستوى 9200 دولار فيما يتعلق بعملة بيتكوين قد يواصل يعني تراجع بشكل أكبر من ذلك. طبعا من النواحي الفنية أنا بتكلم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مازن أرشيد الخبير بالشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.